نعم. شفنا مشاركتنا الخجولة في الأولمبياد، وأريد أسألك، إحنا وين من الخارطة الأولمبية؟ وين إحنا من الفعاليات بكرة القدم؟ وين ترتيبنا بالعالم؟ جزيرة فيجي 250 ألف نسمة من سكانها، جزيرة فيجي هذا وسام أولمبي. اليوم الجزائر بالجمناستيك أول وسام ذهبي عربي بالجمناستيك أخذته الجزائري. نعم. الأردن، الكويت، هاي عندهم وسام أولمبية، بحرين، وإحنا ما زلنا لحد الآن على وسام أولمبي، على وسام من 64 عام. ليش الوسام الأولمبي؟ شو راح أقول لك شغلة واحدة، الوسام الأولمبي هو الوسام الوحيد الخالد يعطي خلود الصحبة. عسى علي القيار طلع ثالث على العالم بالواحد وسبعين، طلع ثالث على، بس من يذكر حتى المتوفى ما حد دار له اللي يذكر، يذكر عبد الواحد عزيز. عبد الواحد عزيز، نعم، فزنا ببطولات الخليج، فزنا بهذا كذا غيره، بس الوسام الأولمبي يسمونه الوسام الخالد، الدولة تحتفل به أكثر ما يحتفل به اللاعب. فشوف هم ليش طوا الدورة الأولمبية أستاذ علي، ليش خلوها أربع سنوات؟ هاي أربع سنوات إعداد، إعداد. هسه يقولون أجوا أستاذ عقيل، طبعا أنا مع دخول رجال الأعمال للرياضة، أنا شخصيا مع دخول رجال الأعمال للرياضة. الآن يقول لك إنه أستاذ عقيل دعم من منتخب، دعم الكذا الآن وياهم وشي، دعموا هسه المفروض أستاذ عقيل، دكتور عقيل، من اللي يدعم؟ لازمنا الآن يخلي قاعدة لثمان سنوات مقبلة مو الدورة الأولمبية. إحنا نظل على هذا الحال، نظل بعدين بسر مناخر مناخر. وحتى عبد الواحد عزيز بالمناسبة ترى مو عبارك الدولة، عنده قطعة أرض وبيته باحن وراح. عبد الواحد عزيز الله يرحمه، يعني لو باقي على أولمبيتنا وعلى وضعنا ماكو، ما عندنا ليش. أقول لك أنا هسه، أنت أبسط شيء هاي عايتة عن أكثر من مرة، يعني أنت الاتحادات الرياضية كلهم أخوت وأصدقاء، وشو هذا يقدم برنامجه لمدة سنة. أنا بالأولمبية، أنا بالأولمبية أقول لك تعال قدم لي برنامج مالتك مال أربع سنوات، ورا أربع سنوات عندك دورة أولمبية، قدم ليش عندك، قدم مال سنة ونوبات البطولة ما تصير تتحول على هذه تصير مناقلة. اليوم طرحت فكرة بالسوشيال ميديا إنه البحرين حصلت على وسامين أولمبي في تاريخها، والأمر عائد لفتاتين من كينيا جنسوهم وحصلوا على الوسام. أنت مع فكرة التجنيس في العراق؟ هي ماشية بالعالم، إحنا الطاقات الموجودة بالعراق، الطاقات لو بنيت صحيحا، لو بنيت يعني بناء صحيح. أنا من أقول لك شغلة واحدة حبيبي السعد علي، أرجع وأقول خلي الدولة، خلي اللجنة الأولمبية تتعاقد فدوية خمسة ستة عشر خبراء بالألعاب الفردية، شوف هسه فريق القدم إذا فاز كذا كذا حتى لو يفوز وسام شنو؟ وسام أولمبي واحد. أنت عندك اتحاد ألعاب القوى، اتحاد واحد ممكن من خلاله 20 وسام، يعني عند رقبة المية والميتين والأربعمية والثمانمية والرمي الثقل والرمي الرمح والزانة والعريض كل هذه، يجيبون خبراء على ذول على الاتحادات يخلوهم يشتغلون. أنا مو والله كان لاعب عندي أو كان مدرب عندي وصعد الاتحاد هو يخطط لي، أجيب الناس من برا. زي ليش الفارق الآن؟ ليش الفارق هسه الصين مصدرة وياها أمريكا وياها فرنسا، وليش إحنا لحد الآن طلعنا كل شيء ماكو؟ غير واحد يبغى ليش الفارق؟ غير إعداد العالم شكله، إحنا إعدادنا شكل. من يسأل عن الفشل الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس؟ اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية. وقبل كل شيء وزارة الشباب. وزارة الشباب الرياضة. وزارة الشباب يعني هي مسؤولة على المال للأولمبية. وأحكيها مرة ومرتين مع احترامات للسيد المبرقع وغيره وكذا، هي شيء الرياضة تهدمت جزء من عتها من قرار 140 مع احتراماتي، لأنه هو صادر من الجهة عليا، لأنهم توصل الأخبار شمذي إنه هو توصل من سيد رئيس الوزراء شمذي إنه هاي كذا، لأنه كان يدي يعني أنت معقول الاتحادات المركزية هاي اللجنة الأولمبية هي واجهة العالم، واجهة العراق الحضارية، بغرفة بوزارة الشباب والرياضة مكتوب عليها الاتحادات الرياضية، هاي هيك ليش؟ لها استقلاليتها ولها وضعها ولها كذا. هسه انه بالاتحادات مستقلة، قبل كانت اللجنة الأوروبية هنا بس يعني مشرفة على الاتحادات، هسه الاتحاد عداقته بس بالحالتين ما فلحنا، لا انه اللجنة الأولمبية توزع
وعلى مزاجاتها الاتحاد اللي وياها بالأصوات.